عارف انك كنت بتصلي. احنا وصلنا لنهايه الطريق يا مالك صح؟ انت شايفه يا سمر؟ قلت لك ان انا ما بحبش الاسم ده. انا ما بقتش اعرف غير بالاسم ده عشان نور ماتت بكل حاجه انا حبيتها فيها. انت حد انا ما اعرفوش. طيب يا مالك، نور بعت لك رساله معايا، خلي بالك على نفسك علشان هيقتلوك. بلغ نور ان الرساله وصلت وان انا هوصل لهم بسرعه، اسرع مما يتخيل. تفتكر؟ اسالي نور. بعت لي غاندي عشان اعرف هتعملي ايه. الحقيقه انت عملت اللي انا توقعته. انا لا، مش عايز اسمع حاجه ومش عايز اسمع اي مبررات. انا عايزك تعرفي حاجه واحده بس، احنا قدامنا 48 ساعه ولازم نجهز. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتشت، ما تخليش حاجه تفوتك.